الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ معلش احنا عاملين شغلانه بنوضب وبنعمل حاجات كده بنسلي الوقت. اخباركم ايه؟ بكره ان شاء الله تعالى كده باذن الله تعالى مصر باذن الله تدي للسنغال درس كده. حبايبنا الناس الطيبين، الناس الفريق اهوت فريق نظيف، فريق جميل جدا. هنعمل راحة كده من الشغل ونكلمكم شوية، ندردش في مواضيع كده كتير قوي، خاصة بمباراة الغد، خاصة بمباراة الأهلي مع الهلال، خاصة بعمرو زكي وما بين الشو والتشوه، خاصة بموضوع المؤامرات ومش المؤامرات ومش عارف ايه. هحاول ما أقصر معاكم عشان ايه ما اخدش من وقتكم وقت كتير جدا. المهم تساعدونا باللايكات، تساعدونا بالدعم لو سمحتم. احنا مش هنطول عليكم، النور كده مش كويس، انا ضد الشمس اعتقد. هنشوف كده ممكن يكون كده افضل مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، معلش انا اسف، ده مش لايف ولا حاجه، بس احنا ايه بنحاول ايه نتكلم كده في حاجات معينه كده الصورة لحد ما. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بشركة الكرة في النادي الأهلي. سمعنا أخبار جميلة جدا، أمير توفيق ولجنة التخطيط والكلام ده. عرفنا طبعا إن شركة الكرة ناوية على نية جامدة جدا، يعني تناسب عراقة مصر الكروية في أفريقيا والعالم. شركة الكرة هتبدأ تقريبا في الشهور اللي جاية من يوليو مثلا 22، ولجنة التخطيط مش هتبقى موجودة. سمعنا ان شاء الله تعالى الاستاذ محسن صالح والكابتن زكريا ناصف زي امير توفيق بالظبط هينضموا لشركة الكورة، وهتبقى لجنة تسويق كمان، في لجنة تسويق للاعضاء الى اخره. فيه السيدة مريان الكساب هتمسك التسويق برضو بالنسبة للاعضاء، اعضاء النادي الاهلي في الاماكن المختلفة للنادي الاهلي. اليو ديانج والتسويق ان شاء الله تعالى فرصته هتبقى كويسة. هتلعب مالي مع تونس باذن الله تعالى، هنبقى محتارين ما بين علي معلول وديانج، مين اللي هيروح كاس العالم؟ واحد منهم هيروح. عظيم يا اهلي، فعلا 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 فعلا, فعلاً. الفريق الفرنسي، يعني الفرنسي ده هيشتري بادجي ب 1.8 مليون دولار، خلاص مستر موسيماني مش محتاجه. وميشيل بروكتش بتاع الاشبال مع الكابتن خالد بيبو مصممين يهتموا جدا بالشباب وتسويقهم ودعمهم وتطوير الناشئين، وحسام غالي كمان داخل برضو في ابرام، توأمة مع انديه اوروبيه، مش يعني في اوتريخت وفي انديه معينه في توأمة في اوروبا الشرقيه كمان، يعني باذن الله تعالى حاجات جميله جدا. انا بسعد كمغترب ان انا اسمع الحاجات ديت عن النادي الاهلي. وعندك بقى على الجانب الاخر رقم واحد موليكا بيقول للزمالك انا مش بلعب للزمالك كتاريخ وكده، انا اتمنى وارغب ان انا العب للاهلي، واعتقد ب 2 مليون دولار سيتم الاتفاق لو فيه الطرفين يعني فيه وفاق. لما نشوف بس الاول ميكو سوني وبعض اللعيبه هيفضلوا ولا لا، احنا بندعم الفريق كله مفيش كلام. انا ما بحبش اتكلم كمان عن تبديل وتوافيق، احنا لسه في تلت الموسم. لكن سياسه الزمالك مش عارف ليه ماشيه زي قصه عبد الله السعيد، ده الموضوع الاساسي او الموضوع من المواضيع الاساسيه. عايز تعرف سياسة الزمالك مع الأهلي من 80 سنة مثلا، هو قصة عبد الله السعيد. الزمالك مش عايز لعيبة، هو في حد عاوز يعني إيه؟ أهم حاجة اللاعب ده ما يلعبش في الأهلي، يجي يلعب مع الأهلي، ما يلعبش مع الأهلي، يلعب مع بيراميدز، يروح الاتحاد ولا الأهلي السعودي، المهم اللاعب يمضي ياخد 40 مليون جنيه وفي الآخر ما جناش، بس إحنا عملنا صفقة. صفقة إيه يا باشمهندس؟ صفقة إن الاهلي خسر عبد الله السعيد. النهارده نتساءل مين اللي خسر، الاهلي ولا عبد الله السعيد؟ كما قال الاسطوره الاوحد في مصر في كره القدم حتى الان، ويمكن بعده محمد صلاح، دي وجهه نظري الشخصيه، لان الاسطوره
اخلاق قبل الكوره، اخلاق قبل وقوع في ضربات الجزاء، اخلاق قبل التنكيل باي زميل او اي حاجه، راجل ما بيتكلمش ما بيردش. اعتقد محمد صلاح ماشي على هذا المنوال. فالخطيب قال ايه يعني؟ قال انا مش زعلان منهم، انا زعلان عليهم. زي مثلا رمضان صبحي شاب، يعني كنت اتمنى لو كان في معد نفسي في الاهلي كان الوضع اتغير، يعني ده رايي الشخصي. المعد النفسي مهم جدا جدا في الفرق الكبيره بالذات، مش اي فرق والحاجات دي. فالمهم اللي بيحصل ان هم دلوقتي، انا عن نفسي انا لو مكان اداره الاهلي هتفاوض مع اي لاعب انتهى عقده مع الزمالك، لان الاهلي لو كان في مكان الزمالك كان الزمالك ما سابش ده، كان الزمالك فاوض الخطيب نفسه، كان فاوض عم حارس. احنا ليه؟ ما اعتقدش الادب زياده عن اللزوم مش مطلوب، لان ديت تقاليد الكوره ملهاش دعوه بمبادئ واخلاق خالص. في زي كده مدرب كره السله كده مثلا مشي من الزمالك راح الاهلي، بس عرض وطلب وكان عقده انتهى وانتهت القصه. فدلوقتي برضو في برضو لفته طيبه جدا جدا من اداره نادي الزمالك بدون ذكر اسماء. انتوا عارفين ان انا ماليش دعوه باسماء ولا الحاجات ديت ولا تخصني، انا ليا دعوه بالموقف نفسه. شفت موقف بجد ما كنتش اتمنى اشوفه. كالعاده برضو في مثل المشاهده، او مش عايز اقول الاسم النادي، عمرو زكي لاعب كوره كويس، خلوق مش خلوق دي مش مشكلتي انا، دي حاجه تخص هو، ربنا يهديه، ربنا يهدينا جميعا. المهم الراجل في ظروف مش كويسه، طريقه الاعلان والمؤتمر وان هو ويجيبوه ويصوروه ولايف ومش عارف جمال لبنان موجود على مش عارف مين، على رموز ومش رموز، هو في ايه بالظبط؟ عملت ايه يعني؟ ايه اللي هتعمل؟ هو انت لما تيجي تساعد حد، لما بتيجي تعمل حسنه لازم تفضح الدنيا انك عملت حسنه مثلا؟ على فكره كانك ما عملتش حاجه. يعني الصدقه الخفيه والمساعدات الخفيه ديت لها حاجه عند ربنا سبحانه وتعالى. عايز تعمل شو اعلامي زي ما بتعمل مثلا شو اعلامي مع الاطفال ذات الحالات الخاصه او ناس ذات الحالات الخاصه، لازم تصوير، لازم تمجيد، لازم تحيه مش عارف مين، لازم ديت حاجه بصراحه يعني انا عن نفسي انا مقززه ان انا اشوفها، مقززه ان انا اشوفها. انا مع فعلا احترام انك تهتم باللعيبه، تهتم باي حد عنده مشاكل معينه صحيه اسريه ماديه، دول ساعدوا ناديك كذا كذا، تعمل لهم يبقى لهم دور في النادي باي طريقه، انما مش لازم شو اعلامي والمسرح وتحطه على المسرح، تحط واحد محتاج مساعدتك على المسرح ديت. يعني انا مش لاقي لفظ يعني بصراحه يناسب الموضوع ده. ده الشق الاولاني. الشق بقى الثاني اللي هو يعني معتاد للاسف لكن اوحش من الاولاني، ان شوف بقى الخطيب لما لاعب مش عارف ايه عنده مش عارف ايه، احنا مش زي انديه عندها مش عارف ايه، لما لعبتها بتقع، لما لعبتها مش عارف ايه ما بتعملش. يا نهار مش فايت، يعني انت جايب الراجل عشان هتديله دور في النادي تصوره وتشنع بيه وتوري الناس بقى شكله عامل ازاي ومش عارف ايه، وتحط خمسة ستة جنبك يتصوروا، وبعد كده كمان تقوم جايب النادي الاهلي في جملة مفيدة، ولو كان الخطيب ما بيسيبش حد تعبانة لما بيروح له، ما بياخدش كاميرا معاه، الخطيب ما بياخدش كاميرا معاه وهو رايح يزور حد او ذات الحالات الخاصه او الخطيب ما ظهرش على الشاشه لما امح ما دخلش النادي، ما دخلش الاستاد في المباراه بتاع الاهلي الاخيره، ما دخلش، مش عارف كانت يعني كانت مباراه مهمه جدا، ما اعرفش كانت قبل مباراه المريخ ولا ايه، بيراميدز، كانت مباراه الاهلي وبيراميدز، فعلا ما دخلهوش. الخطيب ادى اوامر كذا كذا وانتهى القصه، والسوشيال ميديا والناس كلها اتكلمت، الخطيب ما طلعش يتكلم. يعني حاجات بصراحه ما شو اعلامي ده. حتى السيد نبيل العطار المتحدث الرسمي للاتحاد بيطلب، بيقول لك انا عاوز ابقى المتحدث الرسمي للمنتخب كمان. كيروش قال له اقعد 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 انت على نفسك على نفسك.
انت متحدث رسمي للاتحاد بتاعكم، مفيش حاجه اسمها متحدث رسمي للمنتخب، انا عندي فريق من العمل بيقوم بالدور ده وبطلوا شويه. قاموا مدخلين قصه الاساطير، 45 اسطوره، اسطوره 45 اسطوره، ما فيهوش الاسطوره الحقيقي بتاع العالم العربي والافريقي والاسيوي وكله، ما فيهوش الخطيب. يا لهوي الخطيب، طب الخطيب وحسن شحاته عشان نقول اهلي ما هو توازن، ها توازن، ما فيهاش الخطيب وحسن شحاته، مش عارف ليه يعني. طب حسن شحاته كان مدرب المنتخب وخد بيه 3 بطولات، حتى بعت لهم مثلا جوابات معينه ولا هم ولا اي حد زعلان من البعبع ما يكرمش مثلا؟ وبعدين اني تكريم؟ طب افرض لا قدر الله المنتخب اتغلب، هتعملوا ايه؟ وايه الاسماء اللي انتوا جايبينها مثلا عشان تتكرم ومش تتكرم؟ معتصم سالم على ابو ودان، على ابو اردان، على ابو مش عارف مين، على ده مع التقدير لاي حد ما اعرفش اسمه. ايه الاسماء اللي دخلت؟ واحد دخل يلعب 5 دقايق مثلا مع المنتخب تجيبوه والخطيب وحسن شحاته ما يدخلش؟ يعني حاجات غريبه جدا، انا مش عارف ليه بيحطوا السم في العسل، مش عارف ليه قبل كل فرح ينضرب كرسي في الكلوب. بنياتكم ترزقون، خلي نيتكم كويسه، خلينا نشجع المنتخب بنفس، ربنا يهديكم، مش هنقول غير كده، ربنا يهديكم ربنا يهديكم. طبعا اخر حاجه الاستمرار الضغوط على كابتن الخطيب للمصالحه قبل الحكم يوم 26. الخطيب طبعا رافض الصلح حتى لو هيستقيل من النادي، فعاملين بقى مداولات، طيب تتصالح والحكم بقى يتشال، مش عارف يعني الحكم اللي هيحصل يعني، الله اعلم، انا ما يخصنيش خالص الطرف التاني ده، ولا يخصني ولا احط في جمله مفيده، انما انا ليا حق عند حد في المحكمه باخده. بتعملوا مثلا مؤايضه بايه؟ مؤايضه بيافطه؟ اليافطه دي تخص الاهلي ومبادئ وكرامه النادي الاهلي، وتخص حقوق ماديه 50 60 مليون جنيه خسائر، ده المفروض يبقوا نص مليار اصلا جنيه ولا بتاع. 50 مليون ايه؟ ده خسائر كبيره جدا، دي خسائر موسم او سمين على الاقل رعايه، والرعايه بتدخل في مليار. 50 مليون ديت ما تجيش بتمن ده اليافطه مكلفاهم، ده حتى فيهم يافطات بتتصلح وقالوا ده شالها عشان مش عارف ايه، كل ديت يعني حاجات اعلاميه، شو اعلامي ملوش لازمه خالص. المهم مفيش حاجه اسمها مصالحه، والخطيب اصلا يعني انا عن نفسي انا ما بجيبش خبر، انا من اكتر من 50 سنه بحب الاهلي وبشجع الاهلي، ما اعتقدش ان الخطيب حتى لو هو يستقيل من النادي الاهلي عشان الضغوط اللي عليه ان هو يتنازل عن قضيه اخته اتحطت جمله مفيده فيها، اهله اتحط جمله مفيده فيها، ما ينفعش. عموما اتمنى لكم الاشتراك يا رجاله، اتمنى منكم الدعم، احنا بنقول كلام طبعا تعليقا على الاحداث، ونتمنى نختلف مع اتحاد الكوره، نختلف مع المدرب، نختلف مع الفريق الكامل للمنتخب، نختلف مع اختيارات ومجاملات بعض الاشخاص لبعض اللعيبه، ونسيانهم بعض اللعيبه المحترمين اللي هم مش هيلعبوا زي احمد رفعت ولا محمد شريف ولا نتفق مع بعضهم، الا ان مصر رقم واحد. يعني بكره انا هشجع الونش قبل محمد عبد المنعم، انا هشجع اللي قاعد على الدكه حتى ابو جبل قبل محمد الشناوي، هشجع البودلاء قبل اللي بيلعبوا، لان ده مصر. انت عارف يا كيروش، انت عارف يا كل مسؤول ضياء السيد الى اخره، معنى ايه مصر ما تروحش قطر؟ يا لهوي مش هتحصل في 100 سنه قدام انك تلعب في كاس عالم وسط جمهورك، جمهور العرب، جمهور مصر، جمهور الخليج اللي بيحب مصر. ده انا مش متخيل، يعني انا مجرد ان انا اتخيل كده انا مش متخيل. انت لو بتحب مصر واخد بالك وبتشجع فعلا النادي الاهلي، بتشجع فعلا نادي الاتحاد، الزمالك، هكذا، بكره احنا كلنا واحد. هو ده اللي احنا اتربينا عليه من اجيال صالح سليم، من اجيال الوحش، من اجيال سعد زغلول، من اجيال الناس الاصلاء. لا يعني حتى سمير زاهر الله يرحمه، لا مصر رقم واحد، خلي بالكم مصر رقم واحد. واتمنى منكم الاشتراك والمتابعه والدعم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.